قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل زر ديال الجرس. ما تنساش تشجعنا بلايك. شكرا لكم. في أتم صحة وعافية، معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقاء ديالي كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالتحركات ديال سفيان بوفال. سفيان بوفال اليوم قدم مباراة كبيرة وساهم في الانتصار ديال الفريق ديالو اللي انتصروا بهدف دون رد. أصدقاء ديالي سفيان بوفال الحمد لله تحسن يوم بعد يوم، ومازال إن شاء الله نشوفوه في أحسن أيام ديالو ويمشي شي فريق كبير باش نتحنا نستمتعوا معاه بالتحركات ديالو إن شاء الله. إخوان ديالي أهم حاجة عندي هو تكونوا استمتعتوا معنا بالتحركات. كنتمنى تعطيونا الآراء ديالكم من خلال التعليقات. ما تبخلوش علينا بلايك. الناس اللي ما مشاركينش في القناه ما كرهتكمش الاخوان ديالي، تشاركوا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما دائما من الجديد ديالنا. اخوان ديالي ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا براسكم بزاف. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. السلام عليكم.